ملفات بالطبع عديدة جدا وإنجازات تحققت بعد 30 من يونيو على مدار السنوات الماضية. بنتحدث عن العدالة الاجتماعية، بنتحدث عن مكتسبات للمرأة المصرية، نتحدث أيضا عن الفئات الأكثر تهميشا للأسف في الفترة الماضية من ذوي الهمم وغيرها من الفئات المختلفة والأكثر احتياجا. الشباب هم عماد هذه الدولة، احنا بنتكلم على 60% من عدد أو التعداد السكاني أو الكتلة السكانية الأكبر والأقوى في مصر من الشباب، لذلك كان من الطبيعي جدا أن تضعهم القيادة السياسية في مقدمة أولوياتها. الرئيس السيسي أكد على ضرورة وضع عدد من الشباب في كل الوزارات والهيئات الحكومية والاستفادة من طاقة الشباب في النهوض بالوطن، لأنه بالطبع هو القوة الضاربة والدافعة لأي عملية تنمية والدفع بالمجتمعات المختلفة. منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية قيادة الوطن، وضع نصب عينيه الشباب الذين يمثلون نحو 60% من التعداد السكاني لمصر، حيث رأى فيهم أنهم عماد الدولة ووقودها، فوضعهم على رأس أولوياته. وخلال العديد من اللقاءات أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة أن تكون بداخل الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات طاقة مناسبة من الشباب القادر على العطاء والعمل. لم يمر الكثير من الوقت قبل أن تظهر خطوات عملية في دمج الشباب في المؤسسات التنفيذية المختلفة، وتكلل هذا الأمر في قرار رئيس الوزراء بتفويض الوزراء في اختيار معاونيهم، وبالفعل بدأت العديد من الوزارات في تطبيق القرار. جهود الرئيس السيسي لدعم الشباب تكللت في 13 من سبتمبر من عام 2015 عندما أطلق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة بهدف إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي بالدولة. يقوم البرنامج على إطلاع الشباب على أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدراتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة المشكلات التي تحيط بالدولة، وتتضمن رؤية البرنامج إنشاء وتحديث قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشابة القادرة على تولي المسؤولية في مختلف المجالات والقطاعات الحكومية في زمن قياسي. وتأكيداً على أهمية الشباب في بناء الأوطان، قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يكون عام 2016 عاماً للشباب، إيماناً منه بأنهم شعلة إنارة المستقبل. قررت أن يكون العام 2016 عاماً للشباب المصري. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 434 لعام 2017 بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم، وتعد الأكاديمية الوطنية هي المشروع القومي لبناء الإنسان. وفي إطار حرص القيادة السياسية في مد جسور التواصل مع الشباب، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمرات ومنتديات الشباب التي تعد منصات حوارية بين الشباب وممثلين الحكومة ومؤسساتها المختلفة. وشهد شهر أكتوبر من عام 2016 عقد المؤتمر الوطني الأول للشباب بمدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة من مختلف المحافظات. وبعد أن أثبتت الفكرة نجاحها الكبير واستمرت، جاءت النسخة الثالثة من المؤتمر وانبثقت عنها فكرة منتدى شباب العالم لإجراء حوار شبابي عالمي. وعلى الفور استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعلن دعوته لجميع الشباب
من مختلف دول العالم يعبروا عن آرائهم وعن رؤيتهم لمستقبل أوطانهم والعالم أجمع. وفي نوفمبر من عام 2017 وبمدينة السلام شرم الشيخ وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي عقدت النسخة الأولى لمنتدى شباب العالم بمشاركة واسعة من الشباب من مختلف الجنسيات والمجالات. وفي حضور عدد كبير من مختلف الزعماء وقادة الرأي والفكر حول العالم تمت مناقشة قضايا دولية حول العديد من الموضوعات. إذن هي جهود وطنية حثيثة تبذلها القيادة السياسية منذ اليوم الأول في دعم الشباب وتمكينهم والاعتماد عليهم بعد عقود طويلة عانوا فيها التهميش.